صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السلم مشتق من السلام، والسلام بمعنى الأمن، ولذلك كان من أسمائه تعالى السلام. يقول الله تبارك وتعالى: هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. لأن الله تبارك وتعالى مصدر الأمن، مصدر الاطمئنان، لذلك كان من أسمائه السلام. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن الكريم ذكر عناوين ثلاثة: السلم والسلم والسلم، وهناك فرق بين هذه العناوين. السلم هو عبارة عن الاستسلام والانقياد. قال تبارك وتعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني استسلموا لكم في المعركة، وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. والعنوان الثاني السلم، والسلم هو عبارة عن الصلح والمهادنة بين الطرفين. قال تبارك وتعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني إذا أرادوا الصلح، إذا أرادوا وقف القتال فكن معهم، أوقف القتال. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. والعنوان الثالث هو السلم. السلم مبدأ إنساني، وهو عبارة عن مبدأ الرحمة والوئام. هذا المبدأ الإنساني الذي هو عبارة عن الرحمة والوئام يعبر عنه القرآن بالسلم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني عيشوا ثقافة الرحمة، عيشوا ثقافة الوئام،
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حديثنا هذه الليلة عن السلم الاجتماعي من خلال محاور ثلاثة: فلسفة السلم الاجتماعي، وعلاقة الإسلام بالسلم الاجتماعي، ومعالم السلم الاجتماعي في قيادة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى المحور الأول: ما هي فلسفة السلم الاجتماعي؟ نحن عندما نقول بأن السلم مبدأ إنساني، مبدأ عقلائي، فما هي فلسفة هذا المبدأ؟ نذكر هنا عدة بنود لبيان فلسفة السلم الاجتماعي. البند الأول: السلم هو نزعة أصيلة في الإنسان، يعني الإنسان بفطرته وجبلته لا يهوى الصراع، لا يهوى العنف، لا يهوى الاحتراب. الإنسان بجبلته وبفطرته يتوق نحو السلم، يتوق نحو الوئام، نحو المحبة، نحو الرحمة. جبل الإنسان على الرحمة، جبل الإنسان على الوئام وعلى المحبة، إلا أن تتلوث ثقافته، إلا أن يتغير تفكيره بعوامل خارجية، وإلا فهو في حد ذاته يحب الوئام، يحب السلام. هذا طبع في الإنسان، نزعة أصيلة في الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. هو بطبعه يحب الخير، يحب السلام، وإنه لحب الخير لشديد. لذلك كان مبدأ السلام مبدأ نابع من إنسانية الإنسان. نجي الآن إلى البند الثاني: السلم الاجتماعي لا يعني أنه لا يوجد خلافات، لا، ما في مجتمع ما في خلافات. لا يمكن أن توجد الإنسانية بدون اختلافات، اختلافات أمر طبيعي بين البشر، الاختلافات بين البشر أمر طبيعي. لماذا؟ لأن الاختلاف في القدرات الذهنية يقتضي الاختلافات بين الناس في التوجهات، في المناهج، في طرق التفكير. اختلاف مستوى العقل، اختلاف مستوى الثقافة يفرض الاختلافات بين المجتمعات البشرية، هذا أمر طبيعي جدا. فليست الاختلافات هي المشكلة، لا لا، المشكلة ليست في الاختلافات، إنما المشكلة في إدارة الاختلاف لا في نفس الاختلاف. كيف ندير الاختلاف؟ وإن الاختلاف موجود بطبعه، كيف ندير الاختلاف؟ لا يمكن محو الاختلاف، وإنما المطلوب إدارة الاختلاف، إدارة حسنة. قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين. البشر هم هكذا إلى قيام الساعة: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إدارة الاختلاف هي المطلوبة، لابد أن تكون إدارة حسنة عن طريق مبدأ التعاون. قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الإثم والعدوان. التعاون هو الذي يدير الاختلافات إدارة حسنة. زين، هذا البند الثاني. البند الثالث، الدكتور خالد محمد البديوي عند كتاب الحوار والسلم الاجتماعي يذكر في هذا الكتاب أن هناك بحث بين علماء الاجتماع، أيهما الأول، العدالة أو الأمن؟ يعني الآن إحنا نريد نحقق لهذا المجتمع، هذا المجتمع نريد أن نحقق له الاستقرار، بأي شيء نبدأ؟ هل يبدأ الاستقرار بالأمن ثم العدالة، أو بالعدالة ثم الأمن؟ بأيهما؟ ما هو المفتاح استقرار المجتمع؟ لذلك جملة من علماء الاجتماع يقررون أن مبدأ الاستقرار بثلاثة: عدالة، فأمن، فإنتاج. لابد أن تبدأ الأمور بهذا التسلسل. تجي أولاً إلى مبدأ العدالة. أول شيء العدالة، العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. الأكثرية لهم حق، الأقلية أيضاً لهم حق، العمال لهم حقوق، رؤساء الأموال لهم حقوق، كرامة الإنسان لها حقوق، سمعة الإنسان لها حقوق. ما لم يعط كل ذي حق حقه لا تتحقق العدالة. فالعدالة أولاً هي المفتاح، إعطاء كل ذي حق حقه. طبيعي إذا تحققت العدالة تحقق الأمن. الناس من تعيش عدالة، من تشوف الثروات موزعة بطريقة عادلة، الناس من تشوف الثروات موزعة بطريقة منهجية منضبطة عادلة، طبيعي يتوفر الأمن، يتوفر السلم الاجتماعي. العدالة تؤدي إلى الأمن. زين، وإذا توفر الأمن توفر الإنتاج. المجتمع لا يرقى إلا بإنتاجه. شد عند من إنتاج، ماذا يقدم المجتمع من مخترعات، من إنتاج، من مستويات علمية. صحيح ربما يكون للمجتمع حضارة، بس الحضارة مو كافية. والله نقول العراق كانت له حضارة آلاف السنين، مصر كان لها حضارة آلاف السنين. هذا إرث الماضي، الكلام في الحاضر. كيف يرقى المجتمع؟ كيف يكون المجتمع مجتمعا متقدما بين المجتمعات، بين الشعوب؟ هذا هو المطلوب. لذلك حتى يتقدم هذا المجتمع، حتى يقدم إنتاج، حتى يقدم عطاء، هو يحتاج إلى عدالة، فأمن، فإنتاج. بالتالي يترقى المجتمع ويبرز من بين الشعوب والمجتمعات. إذا السلم الاجتماعي يسهم في تحقيق الإنتاج والرفاهية للمجتمع. نجي الآن إلى البند الرابع. عندما ندعو للسلم الاجتماعي، السلم الاجتماعي ليس كلمات وتنظيرات، السلم الاجتماعي ليس خطب منبرية وكلمات ومجرد تنظيرات، لا لا، السلم الاجتماعي حتى يحقق أثره لابد أن يتحول إلى ثقافة. الناس تعيش ثقافة السلم، الناس تعيش ثقافة الوئام. لابد أن يتحول السلم إلى ثقافة تعيشها الناس، تطبقها الناس. يعني الآن مثلا تجي إلى بعض المفكرين الأمريكيين، زين، هناك مفكرون ثلاثة،
مفكرون أمريكيون ثلاثة تحدثوا عن مستقبل العالم. كيف يصير مستقبل العالم بعد 50 سنة، بعد 100 سنة؟ شنو مستقبل العالم؟ المفكر الأول هندفتون قال مصير العالم صراع الحضارات. العالم سيقول إلى صراع الحضارات، حضارة الشرق، حضارة الغرب، زين، حضارة الصين، حضارة وهكذا. العالم سيقول إلى صراع الحضارات. مفكر آخر فوكوياما قال العالم يقول إلى نهاية التاريخ، نهاية التاريخ ستكون بيد الغرب، ستكون بيد الحضارة الرأسمالية، نهاية التاريخ. مفكر ثالث مير شايمر ذهب إلى أن النهاية مأساة السياسة بين الدول العظمى. كل مفكر اتجه إلى نظرة مستقبلية. التقليد المحافظ يرى ما يراه فوكوياما من أن المصير نهاية التاريخ بيد الحضارة الرأسمالية. الليبراليون يرون ما يراه هندفتون من أن المصير صراع الحضارات. الواقعيون يروا الرأي الثالث. الإسلام ماذا يقول؟ الإسلام يقول لابد أن يكون لدى البشرية مبدأ حوار الحضارات وليس صراع الحضارات. أنت ما تقدر تقضي على الحضارات، الحضارات موجودة. يقول حضارة أسسها، تعاليمها، منتجاتها، عطاؤها. المطلوب حوار الحضارات وليس صراع الحضارات. القرآن الكريم عندما يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو لتقاتلوا، مو لتحاربوا، لتعارفوا. التعارف معلم الحوار، معلم التقارب، معلم تلاقح الخبرات والتجارب بين الشعوب، بين الأمم، بين الحضارات المختلفة. لأجل ذلك هانس كانج لاهوت، هذا من علماء اللاهوت، يقول لا سلم بين الشعوب حتى يكون سلم بين الأديان. السلم بين الشعوب يتوقف على السلم بين الأديان، والسلم بين الأديان يتوقف على الحوار بين الأديان. إذن المبدأ هو الحوار. يعني الآن مثلا تجي أنت إلى أبناء المذهب الواحد، أبناء المذهب الإمامي، يتقاتلون، يتحاربون، على شنو؟ أو أبناء الدين الواحد يتقاتلون، يتحاربون، على ماذا؟ هذه الاختلافات الجزئية في قضايا معينة بين أبناء المذهب الواحد لا تعني أن يتحول المجتمع إلى تيارات مفككة وانقسامات واضحة بينها حواجز سميكة لا يمكن أن تلتقي ولا يمكن أن تنسجم. لا لا، الأمر يتطلب مزيد من الضبط الأعصاب، مزيد من قراءة المستقبل، مزيد من الوعي الذي يقود إلى الحوار، إلى تبادل الآراء، إلى تبادل الثقافة. وكذا الحال بين المذاهب، وكذا الحال بين الأديان. إذن الحوار طريق مهم لتعزيز السلم الاجتماعي ولبلورة فلسفة السلم الاجتماعي. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. علاقة الإسلام بالسلم الاجتماعي. هل الإسلام
يركز هذا المبدأ؟ قللت الصوت يا جماعة. هل الإسلام يركز مبدأ السلم الاجتماعي أم لا؟ ربما يقول قائل، رجاء الصوت يعود كما كان، ربما يقول قائل بأن الإسلام كشريعة بعيد عن السلم الاجتماعي. لماذا؟ لمفردتين. مفردة الأولى أن الإسلام يصر على أن تكون القيادة للمسلم، يعني ما يصير القيادة لغير المسلم، لابد أن تكون القيادة للمسلم، هذا يتنافى مع مبدأ السلم الاجتماعي. الإسلام كمفردة ثانية، الإسلام يأخذ من الأقليات ضريبة، وهي ضريبة الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالإسلام يطالب الأقليات المسيحية اليهودية اللي تعيش في ظل المجتمع الإسلامي أن تدفع ضريبة الجزية. كيف ينسجم ذلك مع توافق الإسلام مع مبدأ السلم الاجتماعي؟ قال أشرح لك هذه النقطة. هناك علاقة وثيقة وطيدة بين الفكر الإسلامي وبين السلم الاجتماعي من خلال ثلاثة عناصر: العنصر البنائي، والعنصر التربوي، والعنصر القيادي. نجي إلى العنصر البنائي. الإسلام هل بنى على قبول مبدأ السلم الاجتماعي؟ نعم، من خلال قوانين وأصول أربعة أقرها الإسلام ودعا لها. الأصل الأول العدالة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدالة هي منشأ السلم الاجتماعي، وهذا الأصل يؤكده الإسلام. الأصل الثاني، الأصل التعاون. الإسلام يدعو إلى التعاون مهما اختلفت الأجناس والألوان والشعوب، المهم هو التعاون. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نجي للأصل الثالث، هذا أصل مهم. شوف الحضارة الغربية قائمة على ماذا؟ خليك معي في هالنقطة. الحضارة الغربية قائمة على التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، هذا القيام أساس الحضارة الغربية. لكن هل قائمة الحضارة الغربية على علاقات التراحم بين أبناء المجتمع الغربي؟ أنت الآن تعيش في الغرب وعندك جار، ربما يكون جارك هذا 20 سنة جارك، إذا يوم يقول لك تحية زين، ما في أي علاقات، ما في أي جوار، ما في أي تراحم، ما في أي تواصل. الحضارة الرأسمالية هي قائمة على المال والربح فقط. الحضارة الرأسمالية تجعل المجتمع آلات ميكانيكية تتحرك مثل سائر الأجهزة والآلات، من الصباح يكدح إلى المغرب حتى يحصل على لقمة العيش ويعيش مثل الآلة الميكانيكية. إذا جاء أيام الوكيل، أيام الإجازة، يريد فقط يرتاح لأنه ما عنده مجال لشيء آخر. حضارة الغربية لا تعيش مبدأ الرحمة، مبدأ التواصل بين أبناء المجتمع البشري. بينما المجتمع الإسلامي يقول نحن لا ندعو إلى التسامح فقط. تسامح هذا مثل البنادول مسكن، لا، ونتسامح ونصير خوش أوادم، هذا ما
مثل مسكنات عن الآلام. الإسلام يدعو إلى ما هو أعمق من ذلك، يدعو إلى الأخوة، أن يكون بين أبناء المجتمع أخوة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة. احنا مو ندعو إلى حضارة تكنولوجية فقط، حضارة تكنولوجية قائمة على أساس إنساني وهو أساس الأخوة ومبدأ التراحم بين أبناء المجتمع. لذلك الإسلام يضع حقوق للجيران، حقوق للأرحام، حقوق للطريق، حقوق للمسافر، حقوق متعددة يؤكد فيها مبدأ التلاحم والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد. والأصل الأخير الذي يركز عليه الإسلام في العنصر البنائي هو مبدأ الرقابة والشهادة، عندما يقول القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهادة يعني الرقابة. رقابة ماذا تعني؟ رقابة تعني مواجهة ما يتلف المجتمع الإنساني، المخدرات، الأخلاق الشاذة التي تدمر إنسانية الإنسان. طلب من المجتمعات أن تعيش هذه الروح، روح المواجهة للأخلاق الشاذة التي تدمر إنسانية الإنسان، تدمر مبادئ الإنسان. هو هذا مبدأ الشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو العنصر البنائي للإسلام. تجي الآن إلى العنصر التربوي. التعاليم التربوية في الإسلام كلها تؤكد السلم الاجتماعي، كلها ناظرة لمبدأ السلم الاجتماعي. هناك حقوق ثلاثة لكل مسلم على غيره. زين، الحق الأول حسن الظن. أنت شايف في لائحة حقوق الإنسان اللي صدرت من الأمم المتحدة منذ عام 1948 إلى عام 1968، وكلما مرت حقبة أضيفت حقوق إلى لائحة حقوق الإنسان، هل رأيت من حقوق الإنسان أن للإنسان حقا أن لا يساء الظن به؟ ما في. الإسلام تؤكد هذا الحق، من حقك أن لا يسيء أحد الظن بك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من حق الإنسان صيانة كرامته بأن لا يساء الظن به ولا يتجسس عليه ولا يغتاب، صيانة لكرامته. يقول القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، ابن آدم له كرامة، حرمة في دمه، حرمة في أمواله، حرمة في عرضه، حرمة في سمعته بين الناس. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن هذا الحق الأول. الحق الثاني الذي يركز عليه الإسلام لتحقيق السلم الاجتماعي الكلمة الطيبة. تعامل مع الناس بالكلمة الطيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس.
الكلمة الطيبة التي تنبع من القلب الطيب، كلمة النصح، كلمة الإرشاد، كلمة التوعية، تضع بصماتها على النفوس، تربط الناس بعضهم ببعض، ترسخ وتؤكد مبدأ الرحمة ومبدأ السلم الاجتماعي. وأيضا الحق الثالث ألا وهو التعامل الحسن حتى مع من أساء إليك. القرآن الكريم يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي مو بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه أنت تمتصر غضبه عندما تقابل إساءته بالبسمة بالإحسان، تمتص غضبه، تحوله من عدو إلى محب، تحوله من متنمر منتقم إلى إنسان مسالم. وهذا يؤكد أيضا مبدأ السلم الاجتماعي. إذا التعاليم التربوية في الإسلام أيضا تؤكد مبدأ السلم الاجتماعي. نجي إلى العنصر الثالث، العنصر القيادي. قادة الإسلام هل تعاملوا بمنطق السلم أم تعاملوا بمنطق العنف؟ كيف تعامل قادة الإسلام؟ سيدهم الرسول محمد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خرج من مكة إلى المدينة، ماذا فعل؟ أقام عدة أنواع من الصلح. الصلح الأول صلح بين اليهود والمسلمين، أقام صلحا موثقا بين الطرفين، زين. الصلح الثاني الصلح بين أبناء المدينة، قبيلة الأوس قبيلة الخزرج كان بينهم حروب، أصلح بينهما النبي أصبحوا إخوان، زين. بعدين الصلح بين مسلمي المدينة ومشركي مكة، صلح الحديبية. ولما دخل مكة فاتحا نهى عن إراقة أي دم، وهو داخل فاتح بيده القوة بيده السيطرة. ولما اجتمعوا أمامه وهم مشركون بقوا على شركهم، اجتمعوا أمامه قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم. ما قال رسول الله؟ لا لا، أنت من عندنا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأمر المنادي أن ينادي اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. هذا رسول الله وهذا أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. المهم أن الأمور تحدث. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. من هذا المنطلق، منطلق السلم الذي ينحدر من أعلى هرم من القيادة، انطلق الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، فقال إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. وقال إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. وقال ما أردت بصلحي هذا إلا أن أدفع عنكم القتل. إذن الإسلام منسجم تماما مع مبدأ السلم الاجتماعي. أما المفردتان فنجيب عن هذين السؤالين. السؤال الأول، إيش الإسلام يصر على أن تكون القيادة للمسلم؟ هو أكو مجتمع لا يصر على ذلك؟ أبدا. المجتمع الأمريكي لا يحكمه إلا أمريكي، المجتمع البريطاني لا يحكمه إلا بريطاني، المجتمع الألماني لا يحكمه إلا كل الدول هكذا. جميع
الدول تقر هذا القانون، القيادة تكون بيد الأكثرية، يعني بيد من يحمل الجنسية، من يكون من جنس هذا الشعب. هذا قانون دولي عام. الإسلام هو على هذا القانون الدولي العام، من يحكم المسلمين إذا كانت الأكثرية لهم، إذا كانت الأمر لهم، من يحكم المسلمين مسلما باعتبار أنه من الأكثرية، فهو الأعرف بأمزجتهم، بتوجهاتهم، بعلاقاتهم، بما يفرق وما يجمع. لذلك هذا قانون عام لم يتفرد به الإسلام، حتى يقال الإسلام لا ينسجم مع مبدأ السلم الاجتماعي. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية ألا وهي مسألة الجزية. طيب الإسلام ليش يأخذ جزية من الأقليات المسيحية أو اليهودية التي تعيش في ظل الدولة الإسلامية؟ الجزية هي ضريبة، وما يأخذه الإسلام على المسلمين من ضريبة أكثر مما يأخذه على غيرهم. الإسلام فرض الزكاة على المسلمين، كما يأخذ الجزية من غير المسلمين يأخذ من المسلمين الزكاة. وهذا مبدأ الضريبة الذي عبر عنه القرآن الكريم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الزكاة إذا تقارنها بالجزية، زين، الزكاة أكثر نسبة من الجزية التي تؤخذ من غير المسلم. هذه ضريبة مالية. في دولة ما عندها ضرائب؟ مستحيل. ضريبة جزء وبند مهم لأي دولة يغذي ميزانيتها حتى تقوم مرافق الحياة، شق الطرقات، بناء الجسور، التعليم، الصحة، توفير الأمن، هذه كلها تحتاج إلى دعم من الضريبة المالية. الضريبة المالية فرض على الإسلام كما تفرضها سائر القوانين على المسلمين ضريبة الزكاة، على غيرهم الجزية وهي أقل من الزكاة. وهذا لا يتنافى أبدا مع علاقة وتأكيد الإسلام على مبدأ السلم الاجتماعي. شوف حتى روح الجهاد، روح الجهاد عندما تقرأها
وخاض الحروب، حارب بين يدي أبيه في صفين، في النهروان، في الجمل، يعني مو إنسان عادي ما يعرف القتال وما يعرف لغة الحرب. لماذا انتهج مبدأ الصلح مع معاوية بن أبي سفيان؟ الإمام الحسن نظر إلى عدة أهداف نذكرها، نذكر بعضها. الهدف الأول، الهدف الأول صيانة منصب الإمامة عن الإذلال. شو يعني صيانة منصب الإمامة عن الإذلال؟ أنت تدري معاوية عندما شن الحرب، طبعاً اللي بدأ الحرب هو معاوية. معاوية عندما شن الحرب وسيطر على شمال العراق وحاصر الكوفة من كل جانب ومكان، معاوية طبعاً كان أقوى عدة وعتاد، وكان جيشه جيش عقائدي مخلص له مستميت معه. معاوية ما كان يهدف لقتل الحسن، ومين يقتل الحسن؟ كان قتل الإمام الحسن يثير الجو العام ضده، هذا ريحانة الرسول، صدق الرسول، حب رسول الله. زين، طالما كان رسول الله يقبله ويحمله، معاوية ما كان يريد يثير الرأي العام ضده. إذا هو ما يخطط لقتل الحسن، هو يخطط لأسر الحسن. الأسر تشفي غليل معاوية أعظم من القتل. عندما يؤتى بالحسن أسير بين يديه ومعاوية يتبختر أمامه، يقول أنت قاتلتني وجيشت الجيوش ضدي، ولا أنا بكل أدب أعفو عنك وأطلق أسرك، سيكون الموقف إذلال لمنصب الإمامة ليس معه إذلال آخر. يعني لو حصلت هذه الفرصة لمعاوية لكان إذلالا وإهانة لموقع الإمامة وموقع القيادة لم يسبقه سابقا. الإمام الحسن أراد تفويت هذه الفرصة على معاوية، قال والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي. المخطط هكذا، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو، فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. أنا لابد أن أفوت هذه الفرصة على معاوية، أن أحافظ على العزة، عزة منصب الإمامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الهدف الآخر هو السلم الاجتماعي. في المنطقة كانت تحتاج إلى سلم، الأجواء كانت تحتاج إلى سلم، الأجواء توترت، حتى طريق الحج امتنع المارة من كل الأجواء توترت في تلك الفترة، كانت تحتاج إلى بصمة السلم. فنفس المشروع الذي قام به رسول الله محمد كيف كانت العرب قبل الإسلام؟ كانت قبائل متناحرة. صور العرب، الفرس كانت عندهم حضارة، والروم كانت عندهم حضارة، والصين كانت عندها حضارة. العرب في ذلك الوقت ماذا كانوا؟ كانوا يتقاتلون على الجمل وعلى الكفش، زين، ويتقاتلون على البعير. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحكي أوضاع العرب قبل البعثة، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرح. يعني شنو موطئ الأقدام؟ يعني كل الشعوب اللي حولكم تدوسكم، انتم مو شيء اصلا، ما عندكم قيمه. وموقع الاقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد
أذلة خاسئين. فأنقذكم الله تعالى بعد اللتيا والتي بأبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الرسول رفع من شأن تلك المجتمعات إلى حضارة، وأصبح الإسلام حضارة تقلدها الحضارات الأخرى وتستفيد من عطائها ونتائجها. إذن بالنتيجة هذا مشروع الرسول، نفس هذا المشروع اللي حول القبائل من متناحرة إلى إخوة قام عليه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، فحول ذلك المجتمع المتوتر إلى مجتمع متسالم. صحيح لقي الإمام الحسن اعتراضات حادة من بعض شيعته فضلا عن أعدائه، اعترضوا عليه، دخل عليه من سمي الأسماء احتراما لها، دخل عليه بعض شيعته وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين، وقال آخر لأن هؤلاء بعدين صاروا شهداء ويعني فدوا بأنفسهم المبادئ فلا يناسب ذكرهم، وقال شخص آخر للإمام الحسن ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. وقال له شخص ثالث أتصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة أبيك أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ الإمام الحسن استوعبهم جميعا لأن هؤلاء شيعته، هؤلاء أصحابه، استوعبهم، شرح لهم، أقنعهم. لم يكن عندي من صلح لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل، إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. الهدف الثالث، هناك فرق بين الجوهر والمظهر، يعني أيهما أهم، الجوهر أم المظهر؟ المظهر أن القيادة زين، قيادة إسلامية، لكن الجوهر ما هو؟ هل المجتمع مجتمع نظيف؟ هل المجتمع مجتمع متدين؟ هل المجتمع مجتمع مؤمن؟ إذا دار الأمر بين المظهر والجوهر أيهما يقدم؟ من الطبيعي الحفاظ على الجوهر. القرآن الكريم يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. المسألة ليست مسألة مظهر، المسألة مسألة جوهر. زين، إذا دار الأمر بين الجوهر والمظهر يقدم الجوهر. الإمام الحسن دار الأمر بين أن يصر على أن يكون في موقع القمة في موقع الهرم، بس هذا ما يحقق للمجتمع وجود ثلة صفوة مؤمنة، وبين أن يتجه لبناء الثلة المؤمنة التي تسهم في ترسيخ مبادئ الدين وفي نشر فكره. فاتجه الإمام الحسن لذلك، حافظ على الثلة، على الصفوة من أصحاب أمير المؤمنين، وبنى الثلة والصفوة من ذرية الرسول محمد صلى الله عليه وآله. الصفحة الثانية، الإمام الحسن من ما يؤكد مشروع السلم الاجتماعي في شخصيته الكرم، الحلم، التواضع. يعني سبحان الله، تقول هذا إنسان قطعة من السلم، قطعة من الوئام، ما عاش عنف لحظة واحدة،
كله كرم، كله حلم، كله تواضع، كله طيب، كله نفح من الطيب والرحمة والمحبة صلوات الله وسلامه عليه. جاء رجل طرق بابه قال يا ابن رسول الله أعطني مما عندك. قام الإمام الحسن أخرج صرة الدراهم والدنانير من وراء الباب وسلمها إياه. قالوا لماذا لم تسلمه وجها لوجه؟ قال لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجهه، ما أريد أشوف ذل المسألة على وجهه، أعطيه وأنا بوجه آخر بشكل آخر. قال نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض جدبا وإنه خجل. تجي إلى الحلم الإمام الحسن كما قلنا لقي جراحات وإساءات، إساءات شديدة. لحقه رجل شامي، شامي جاء المدينة سأل من هذا؟ قالوا هذا الحسن بن علي. قال بعد أنا هذه فرصتي للشتم. لحقه رجل شامي شتمه وشتم أباه أمير المؤمنين عليا عليه السلام إلى أن انتهى الرجل من سبابه وشتمه. زين، والإمام ضابط لأعصابه، التفت إليه ببسمة قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، يمكن ما تقصدني يمكن تقصد غيري، ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. فما تمالك الرجل حتى انكب عليه يقبله وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. الإمام الحسن الذي كان نبعا من التواضع، الإمام الحسن عليه السلام يمر على الفقراء يأكلون كسر من الخبز يقولون تغذى معنا يا أبا محمد، ينزل من على بغلته ويقول إن الله لا يحب المتكبرين، ويجلس معهم على التراب ويأكل من طعامهم، ثم يدعوهم إلى منزله ليغدق عليهم من النعم التي أنعم الله بها عليه. هكذا كان الإمام الحسن حج 25 حجة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه، وكان إذا وقف على باب المسجد وقف مصفر اللون خاشعا وقال إلهي مسكينك ببابك أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه صالح معاوية، لكنه كان في منطق القوة وكان في منطق العزة، ما تزلزل ولا لان، بقي على عزته وقوته. جاء معاوية إلى المدينة بغية الحج، لما التقى بالإمام الحسن في المدينة قال للإمام الحسن يا أبا محمد أنا خير منك. قال لماذا؟ قال لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك، الناس كلها اتفقت على حكومتي ما اتفقت عليك. قال يا معاوية إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، أما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك.
التفضيل فرع الاشتراك، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. وهكذا كان الإمام الحسن عزيز الجانب قوي المنطق أمام معاوية وظلاماته واعتداءاته، إلى أن ما رأى معاوية مجالاً أن يبقى الإمام الحسن حياً، ما رأى معاوية مجالاً والناس تلتف حوله مرة بعد أخرى، ما رأى معاوية مجالاً إلا أن يقضي على حياة إمامنا الحسن. عظم الله أجوركم، دس إليه السم النقيع، كان بأبي وأمي صائما فأراد أن يفطر، فلما جاء وقت الإفطار قدم إليه لبن مسموم، تناول منه قليلا فسر السم إلى أحشائه. بأبي وأمي كأنما تقطع بالمواويز أو تجرح بالسكاكين، نادى ائتوني بطش، أتي له بالطش، وضع بين يديه صار يقذف الدم قطعة قطعة. ساعد الله قلب العقيل زينب، دخلت عليه وإذا بطشت بين يديه مغطى، ما في هذا الطشت أخي أبا محمد، كشفت المنديل عن ذلك الطشت وإذا هو مملوء دما. نادت وأخاه وحسناه، يوم ويوم يا أيتها العقيلة، اليوم ترين في هذا الطشت دماء أخيك الحسن، وغدا ترين في طشت آخر مصيبة أعظم. دخلت على يزيد بن معاوية وإذا أمامه المنديل، ماذا تحت المنديل؟ رفع المنديل وإذا رأس الحسين مجرح ممزق مخضب بدمه، وحسيناه وإماماه. عظم الله أجوركم، الإمام الحسين يوم بعد يوم إلى أن دنت منه المنية، استدعى أخاه الحسين، أوصاه بوصاياه، أودعه بودائعه، وأن لا يريق في أمره ملء محجمة دما. قال: أخي أبا عبد الله، إذا أنا مت فغسلني وكفني ببقايا كفن رسول الله، فإن جبرائيل نزل بكفن من الجنة قسمه أربعة أقسام: قسم لجدك المصطفى، قسم لأمك الزهرة، قسم لأبيك المرتضى، والقسم الأخير لي أنا. عجيب، الكفن بس أربعة أقسام. التفتت العقيلة زينب، أبا محمد قطعتني أط قلبي، أبا محمد تقول الكفن أربعة أقسام، أما لحبيبي الحسين كفن؟ أبا محمد أما لأخي الحسين كفن؟ عظم الله أجوركم، كأني بها كأني به يجيبها: أخيه، هذا شهيد هذه الأمة، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. الله أكبر. بعد إلى أن حضرت منه المنية، غمض عينيه، مد يديه ورجليه، وعرق جبينه، وسكن أنينه،
وفاضت روحه الشريفة يا ضج بنو هاشم وإماما وحسنا وسيدا. قام الإمام الحسين في تجهيزه، أراد أن يزوده بزيارة قبر جده المصطفى، فلما قرب من القبر وإذا بالصوت: أيدفن فلان في المزابل ويدفن الحسن عند جده؟ لا كان ذلك أبدا، لا أحب أن يدفن في بيتي من لا أحب. وإذا بالسهام تترى على الجنازة كرش المطر. بنو هاشم ما تحملوا، سلوا سيوفهم. قال الحسين: أغمدوا السيوف، أوصاني أخي أبو محمد أن لا أريق في أمره ملأ محجمة دما. أنزلت الجنازة، كشف الحسين الستر عنها وإذا 73 نبلة قد خرقت جسد إمامنا الحسين وإماما وسيدا. الله أكبر. الحسين وقف على جنازة أخيه: أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفوران وأنت سليب غريب وأطراف البلاد تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب. يوم بيوم، اليوم الحسن، اليوم الحسين يقف على جنازة الحسن وهي ممزقة، ويوم آخر تقف العقيلة زينب تنادي: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم؟ يجهز هذا الجسد العريان. قال لها: أبعد اليتامى والأطفال عن جسده، كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى. لما أبعدت الأطفال عن جسده وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. الله أكبر. أين فاطمة الزهراء؟ أين أمير المؤمنين؟ نوحي على الأولاد: يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة، اتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد، واحد من جعده قضايا واحد من يزيد، واحد دفن عندك واحد عنك بعيد، قبر الحسن عندك وقبر حسين ويني. نادت: يا ولي، والدمع بالخد بادي، لا تهيجوني يا خلايق كلهم أولى. لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي، كل المصايب هونايا تها مصيبة حسين، أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور
وأنا نصبت الحزين لهم وسط القبور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور وكل البكا والنايح والصيحة على حسين أنا الوالدة والقلب لهفان لهفايان ودور عز ابني وين ما كان ويلي على ابن المايات المايات عطشان وتلعب عليه الخيل ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة بحق الحسن الزكي كريم آل البيت الإمام المظلوم بحقه عند الله نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب عشر مرات يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم بحق الحسن المجتبى وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بني أخيه اللهم اقبل عملنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله بعض العلماء المعروفين هنا سألكم الدعاء له بالشفاء والعافية اللهم اشفه وعافه واشف وعافي مرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله كلنا واقفون للدعاء لمولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا
ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.